بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كنا هنبص على مؤشر جديد. الأول بنعتذر على التأخير اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت، بس التأخير كان له أسباب مقنعة يعني، وربنا يقدرنا ونعوضه إن شاء الله بإذن الله. طبعا الناس اللي بتحب يعني مش محتاجة إن احنا نعتذر، والناس اللي ما بتحبش حتى لو 100 اعتذار مش هيكفيهم. المهم نبدأ نشوف المؤشر بتاعنا النهارده. هنبدأ نبص على مؤشر الاستوكاستيك. دوت مؤشر الاستوكاستيك مع سهم، والله حتى ما عارف اسم السهم، كويس ان انا ما اعرفوش حتى عشان برضو نبقى ايه، يبقى بنتكلم بشكل محايد يعني، انا والله ما اعرف السهم ده ايه اصلا. المهم بس هو سهم في البورصه المصريه. هنيجي نبص على الاشارات بتاعه المؤشر في خلال الفتره دي، هنلاقي ان الاشارات كانت اشارات مظبوطه، سواء اشارات بالشراء او اشارات بالبيع. يعني هنلاقي ان المؤشر من اول الفتره دي كده، هنلاقي ان الاشارات كانت هنا اشارات منتظمه، طيب في هنا بيع، طيب نزل، طيب في هنا شراء، طيب طلع، طيب في هنا بيع، طيب نزل بالشكل دوت. انت لو عندك مؤشر يديك اشارات بالشكل دوت، فانت كده شغال بشكل ممتاز جدا جدا جدا، وما انتش محتاج اساسا تعمل اكتر من كده. يعني انت لو في مؤشر يديك اشارات بالكفاءه دي وبالشغل ده، فانت مش محتاج اكتر من كده، لا في البورصه المصريه ولا في اي بورصه ثانيه، وهتفضل شغال بشكل ممتاز جدا اذا كان عندك المؤشر اللي يديك الاشارات بالقوه وبالكفاءه دي. عندك مؤشر بيديك اشارات بالقوه الكفاءه دي، فانت مش محتاج حاجه تاني. طيب نرجع للمرحله اللي قبل كده. المرحله اللي قبل كده هنيجي نبص على الاشارات اللي بيديها المؤشر. احيانا بتنجح واحيانا بتبوظ، احيانا تنجح واحيانا تبوظ، احيانا تنجح واحيانا تفشل. هنا مثلا اداك صعود وهنا كمل نزول، هنا اداك صعود وهنا برده تقريبا عرضي، هنا اداك كذا. فهنا في المرحله اللي قبل الخط الازرق ده، اللي هو الخط الازرق دوت ابتداء من يوم 22/11، من قبل 22/11 كانت الاشارات بتاعته غلط، وبناء عليه لو انا اعتمدت عليه في التداول ممكن اخسر كتير. طيب هنا الاشارات بتاعته كانت صحيحه، وبناء عليه لو اعتمدت عليه في التداول هكسب كتير. طيب امتى اعتمد على المؤشر ده وامتى ما اعتمدش على المؤشر ده؟ الرد الرسمي اللي انت ممكن تسمعه ان مؤشر الاستوكاستيك يتحرك بافضل ما يمكن في الاتجاه العرضي ويفشل في حاله وجود ترند. دوت الرد الرسمي، دوت الرد الرسمي. طب الرد العملي يعني ايه؟ الرد العملي الرد اللي احنا نكسب منه. نرجع تاني، مؤشر الاستوكاستيك في خلال الفترة دي كده معانا على الشاشة، في خلال الفترة دي من بعد 22/11 كان شغال بمنتهى الفعالية. إشارة الشراء قوية جدا وفعالة، إشارة البيع قوية جدا وفعالة، إشارة الشراء قوية جدا وفعالة، إشارة البيع قوية جدا وفعالة، بسم الله ما شاء الله. في خلال الفترة دي كان أغلب الإشارات بايظة، في خلال الفترة دي كان أغلب الإشارات بايظة. طيب السؤال امتى استخدمه واعتمد عليه وانا قلبي جامد، وامتى ما استخدموش اصلا نظرا لان النتيجه هتطلع غلط؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي ان شاء الله، حرصا على ان الفيديو هتبقى مدتها قصيره ونزيد التفاعل شويه، ولو حد عنده افكار يشاركنا بيها ان شاء الله. شكرا.